احنا بنساند الرئيس ونعم الرئيس ونشكر الرئيس على اهتمام باهل سينا، وكلام عن اهل سينا ده بيت لقلوبنا. احنا في شمال سينا الحمد لله يد تحارب كانة الإرهاب ويد الأخرى تبني وتعمر على أرض المحافظة. نشكره أولا أنه أنقذ مصر، أنقذ مصر من ضياع، وبنقدم له كل التحية والتقدير على نظرته لإلينا وعلى اللي بيعمله لأهل شمال سيناء.